يقول للطرفين هذا في غاية الخطورة، إنكم تنتحرون وتدمرون أنفسكم وتدمرون وطنكم. فالخلاف في هذه المرحلة بينكم خلاف لا يغذيه صديق وإنما يغذيه عدو. وأقول للطرفين في هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن، الجهاد الآن واجب فرض عين على كل قادر. والمعركة الأم، المعركة الأصلية، المعركة التي هي سبب كل المعارك التي الآن تشن علينا في أنحاء ليبيا، هي في بنغازي ضد حفتر المجرم الظالم الذي رأيناه يفعل ما يفعل بإخواننا هناك، نبش القبور وقتل الناس في الميادين، الأبرياء النساء والمدنيين وكل من يأتي عليه يقتلهم صبرا، يقتلهم بدم بارد ويحرق جثثهم ويشنق الموتى. هذا هو موضع المعركة، هذه المعركة الأصلية. فلا تسلموا إخوانكم الذين لا يزالوا الآن في بنغازي يقاتلون عنكم ويدافعون في سبيل الله عن ليبيا كلها، لا تسلموهم لعدوهم. المؤمن أخ المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إنكم بتخليكم عنهم تسلمونهم إلى عدوهم.